تحية لفنانين السودان وين ما كانوا، تحية لهم بلا فرز، وأي واحد منهم عنده رسالة سامية هو بيأديها وبيقدمها، سواء كان في غنى الحماس، سواء كان في غنى الوطني أو الغنى بأنواع المختلفة. كمان المسادير والدوبات عندها ناسة وعندها مذاقة الخاص وعندها كمان جمهور اللي بيحبها جدا. نحن سعيدين في المساحة دي إنه يكون في حضرتنا أحمد عثمان الخير وهو شاعر دوبات. أهلا بك يا أحمد، مساء الخير. أهلا بك أستاذ عامر معاز، بنقول لك مرحب بالشروق، فخر البلد وعلامة تفرد واختلاف في الساحة زي الشامة، فيها إدارة قايدة الدفة عالية الهامة وإصطافا جميل متميزات ونشامة. أهلا بالشروق، غمة وشروق وريادة، شمسا لا تغيب بكل صراحة يا سادة. فيها إدارة هم هديمة رفع أمجادة بإصطاف بيشبه النحل الجرحته إفادة. مرحب بك ومرحب بقناة الشروق، القناة الجميلة جدا المحببة لي جدا أنا في الإعلام المرئي، ومرحب بكل مشاهد ظلال الأصيل وكل من يشاهدنا من خلف الشاشة، تحية واحترام وتقدير ومحبة وود. يا أخ والله نحن أول حاجة شاكرين لك كثير يا أحمد، يعني الرباعيات اللي تكلمت فيها عن الشروق نحن بنشكرك جزيل الشكر، ووصلت لي وللتيم، يعني أنا سمعهم من خلال الربيز وهم بقولوا يا سلام، ويعني يمكن كانت مساحة متميزة ومختلفة. خلينا نتكلم يعني أحمد، البدايات دائما بتكون شوية عصية وصعبة، لكن بيئتك بيكون عندها أثر، الشمالية كيف أثرت فيك؟ البدايات والله هو الشعر هو طبعا عبارة عن هوايات أو مواقف بتخليك تنجبر تكتب الشعر، أو البيئة اللي قمت فيها تجد مجموعة من الشعراء. فمن هذا المنطلق التحية لأسرة أستاذي الحويج حسن الراحل المقيم، فهذا عالم من الشعر وده أستاذي، فأنا بقول لأول مرة في المنابر أنه أستاذي الحويج ربنا يرحمه رحمة واسعة. فأنا لما بديت أستاذة أمل بديت كتابة النصوص، فبطبيعة الحال كل إنسان الشمالية بيميل للنصوص أكثر، فبديت بالنصوص. ولكن بعد كده انطلقت وجيت للدوبيت في وقت متأخر، لكن الآن كل كتاباتي صارت في الدوبيت. فأذكر أول مربوعة كانت في الدوبيت هي بتقول يا أخي لا يحات المولى أنا ممكون بغرام ومبتلي ومجنون، مجنون من جمالا ما توجد في الكون، والكون كله قاصر من جمالك دون. فبوجود أستاذنا الحويج ما كانت في متاعب وما كانت في مصاعب، لأنه هو دائما بيزلل لك ما عايزين نسأل. طبعا كانت 200 والله متذكر ممكن 2003 يعني. أنا بديت في كتابات الشعر في 2003. جميل أحمد، يعني الدوبيت بصورة عامة والمزدار هو ملاذ الشاعر تحديدا في مجال الدوبيت، يعني يمكن المزدار ناس كثيرة ما عارفة إنه هو شنو، فكلمنا عن المزدار بالتفصيل. المسادير هي ضرب من ضروب الدوبيت، فحاجة فيها عدة أشياء. فالأساس في المزدار هو رحلة مكانية وزمانية، رحلة من مكان لمكان على ظهر دابة من الدواب. في الماضي الشعر الزمان أستاذنا والشوراني والشعر اللي في عفره، طبعا والشوراني أكبر صاحب مسادير لأنه عنده 8 مسادير في الدوبيت، والمزدار بيكون على الجمل. فلكن في الشعر الحديث صارت مسادير عن طريق طيارة، في ناس عن طريق دواب عربات كده، في عدة حاجات، يعني ناس اللي هي بيسير الشاعر من مكان لمكان لديار المحبوبة. فأذكر هنا كل المسادير بتمشي للمحبوبة، عدا مصدار أخونا عمر الدلامير له التحية، فكان مصداره متفرد إنه ماشي يخطب، فمشى وخطب ودوه وتزوج، فهذا المصدار. وفي مسادير جزء تانية اللي هي يعني أدت غرضها، أدت غرضها. فده يكون دي ممكن تكون الفكرة الوحيدة اللي هي أدت غرضها، وأنا عجباني جدا فكرة أخونا عمر الدلامير. يا سلام، هذا التفرد في الشعر ما بين المسادير والشاشاي والمربوق، يعني الضروب المختلفة لضروب الدوبيت عموما بتختلف وبتتنوع.
لكن دايرين نسمع منك من المربوك تحديدا. انا اديكي في المسادير قبل المربوك. طيب ادينا الاثنين، ادينا مصدار وبعديه ادينا مربوك. فالمصدار عندي مصدار لديار الولاية الشمالية اللي هو من منطقة، ويتضح من خلال المصدار. فبقول نوخت وأبى البركي وجفل ويتشوش، تنيت له العقال الجوجة زاد ويتحوش. الزول الملاه قليبي لما نكوش، بهجمه اللي الكتار قبالي دوخ ودوش. وبسم الله شديته وسمكته وسايده، مفاسح زوره خفه صغير غليدة جرايده. الزول السبيب بقوده غطى فنايده، واتعب البعز وقلبه بالحيل رايده. ركب بدري وشرع رسنه ورخيت ازمامه، قام بي مني من سلبير هديك قدامه. على المجالس السفها ودرفن حامه، لابس حجول وسن الفيل وقد بيزمامه. وادي العد قطعته ترحرح قمرية، امبير القفل عداده فوق للمية. الشتلة عليه طرف الجروف مروية، عارف وعدنا قرب وتبنا وين الجية. الزحافة جيت باريها عصرا بدري، بي شوق الجهال يا القمري اتلو وتدري. في جواي كلام عاد به وضايق صدري، لكن ناس هنا يناوين هجومي وغدري. وقع وادي الملح رقل ومغار وترير، سرجك فوق فروه وقد بطانه حرير. يا الشغل العقل بعدك علي مرير، مهدد يوم اجيك برقد علالي سرير. مريت بمعقارب ورقل خالي حبيب، ورقل حالي خبيب، دومك نزع عن قرتك ملاني سبيب. هاجم ديرة الفيجيل وراسي وديب، بلسم ليه هدايا ولي جروحي طبيب. الوعر المخدري بالسمر والنال، نرتاح فيها يا دومك مزرقن وسال. بعد ما نصلي قوماك يلا يا الشبال سريع، راوحني بلد الحب وشغل البال. الشريان سلام يا ديار بني العمشان، ساكن فيك عقيدنا القاهرة السمتان. يا لهجك فرير يا نفسك فرير، لهجك عصير رمان، سفري عليك مخاطرة زون مو رضيان. أول قلت تبرد واشرب الشاي فيه، اتذكرت وعده المين هناك عانيه. بريت أم الحسن يخمج عسر يديه، في بالي المضمر والعسر عينيه. الصينية جيته ومن حديثه، جفل بقرب دغري باريه الظل الصفل بي. عاد يا بروعة زول الجو ساكن قلبي، كيف ما جيه واحكي له المواجع غلبي. ومستر كتي جيت باريها عصرا بدري، بشوق الجهال يا قمري اتلو وتدري. في جواي كلام عاد به ضايق صدري، لكن ناس هنا يناوين هجومي وغدري. سلام يا كورتي يا الفيك العزيز، واتكلنا فيك هلا افاضل، وفيك طيب ومحنة. يا البعدك اذاني وقربك تلي جنة، جيتك غايته لا شاورت لا بستنى. ويا مساوي يا الفيك الجناين العامرة، ساكنك خالي وتكبجن قناع الضامرة. رح يا قمري الفقصورة ساكنة ودامرة، حالا بيننا يا السامع سعادة غامرة. واهلا بنقرير بلد الخضار والطيبة، مسقط راسك السمحة المسافة قريبة. علاقة بيننا يا الخير خاتية، من الريب عيل وقع الغدر، حصلت علينا مصيبة. خلاص يا القمري ديك بلد المضمر هافو، بعد جيتك محال ما عندي شيء أنا خافو. الزور الحروفي محال تجيده وصافو، أنعش روحي بلهجو حلات عسافو، أنعش روحي بلهجو حلات عسافو. يا سلام يا ده نوع من المسادير اللي هي على 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 الدواب اللي هي الجمل. ففي نوع ثاني من المسادير اللي هو موضوع بيسموه مصدار. فبرضو في نفس المنوال نديك منه حاجة بسيطة، اللي هو بيقول لك في جقلة مردوخك مقندف قد سرج ومبطن، والعتال لويب فوق سروج ما خطة، كيرك من صقر يمصع وزيم ويترطن، بغارنك ديما بمريدا جواي يتوطن، بكسر حاط شراف اللوعين انه ودبك، والسمحات قلن عبس الكريم وانحبك. يا مزور القبائل يوم فيك الشبك، كباتك طعم لو يوم في الشقيق انحبك، وبرك يا مغدارف له في الروح شان. طلح الغابة يشهد ويضا العرسان، الجزة الدواديب والرسن قرآن، بيبدع فيهن الراعي معاك طربان. يا سلام يا سلام. احنا حنسمع تاني طبعا. نسمع تاني ان شاء الله. طيب. انا عاوزة اتكلم برضو يعني ما بين المساجلات وما بين المجاراة او المجادعة، يعني بيكون في اختلافات بالتأكيد، فبرضو الاختلاف ما بين المساجلات وما بين المجادعة أو المجارة. المجارة والمجادعة
حاجة واحدة يكون بس في اختلاف في المساجلة في الغافية مثلا المباراة أو المجادعة. نتجادع في موضوع أنا أجيب مربوع وشاعر وإنت تجيب مربوع أو أي شاعر تاني يجيب مربوع بغافية واحدة، أو نجيب أنا أجيب موضوع في نفس الموضوع لكن الغافية ما محددة. أما المساجلات ممكن تكون في أي حاجة، أنا أجيب أكتب عن موضوع كامل فهي عبارة عن مساجلات موضوع نتناقش فيه، فدي المساجلات. جميل. المجادعات اللي حصلت بينك أحمد عثمان الخير وبين شاعر آخر؟ والله في مجادعات كثيرة حصلت بيني وبين أخونا حبيبنا فرح ود المنسي، في مجادعات بينه وبين الأستاذ فضل ود بسبح، لكن لا تحضرني الذاكرة إنه هسي أنا أقدر أحفظهم، ولكن في مساجلة في مساجلات حديثة. المجادعة بتكون في لحظتها طبعا، قطع أخضر زي ما بقوله صح، ولا ممكن تكون هي رد وممكن رد يعني أنا مناسبة ما ويبقى ردها، أنا أرسل لك مسج وإنت ترد، حتى ممكن يعني ما يكون ياخد زمن، يعني نبدأ المجادعة الليلة ولظرف ما وقفت المجادعة في مكان لكن الموضوع ما اكتمل، فنجي في زمن تاني نواصل، ما شرط إلا يكون قطع أخضر. لكن المساجلات بعض الأحيان بتجي في موضوع لحظي. اللحظي جميل، موضوع لحظي نكتب فيه لأنه لو فات من زمنه خلاص بيكون فقد القيمة. طيب نسمع مساجلات. المساجلات كنا في رحلة في خلد دهب، طبعا إحنا ناس دهابة، فمن بعض المساجلات في بعض الأخوان إنه في الجبنة ناس بتتناقش طبعا بالحاجة المتفردة الجبنة، وطبعا الجبنة أنا شخصيا لنفسي جبنة البيت هي تفوز، الجبنة اللي بتفوز دائما. فالموضوع بيقول المسمى اللي هي جبنة الرايقة، فبقول لها جيب العدي والبن والبهار والنار وابقي قريب بدور اديكي خبر انسار، راح يا الملكة يا ست الحسن والدار اقضي لي بيمها الفك السبيب الجار، اطلقي بخورك البنعش دواخل زولك وغردي فوقي بالدرر التفوض من قولك، يا الحاكم السماح مالكاه عرضك وطولك اقلي وتنتني البن زيدي فوق مقتولك، ريحة قلوتك تشفي الجروح الدام يبنك من بحر دار يا الجمرتك حامية، يا مشتولة الضف المحني ورامي لك جواي مكان تاني المفدعة سامية، قليتك حمرة مو بن محرق مر قرنفل هبهان عرقك مأصل وحر، يا الفيك الغوام اللي دواخلي بسر مشيك والزينة وردافك تحاكي الغر، مويتك تغلي في الكانون نظيف وناقع فرك لحظ براقا بييب الصاقعي، خدودك والغوايش والختم متواقع محياك طلو زي شمس الصباح الفاقعي، ديسك من بهل بنك متنتن وطاعم لونك زي قطن سودان أبيض وناعم، يا بنت البكر ما الضيف للخير داعم ريدي حقيقة مو ريدي اصطناع ومزاعم، كب البكر فرغ للشرغرغ واملي كفاية قلاية داخل زورك أصلا مقلي، وكت تديني نظرة أنا داخلي كله بيغلي لا بفرز مطعم ولا بضوق بنجقلي، دلالك زيدوا يا المريوت كذب إذا عند المحل قهوتنا مرشوش بالعطور وممندل، دلالك زيدوا يا المريوت كذب إذا عند المحل قهوتنا مرشوش بالعطور وممندل، ريحة الند وعبيك الخمر والصندل جهجه فكري خلى عضايا كله مجندل، أبدي سوالفك الديمة بتريح بالي كبي وأرشف الفنجان وجيبي تعالي شان منك ينقط فيه عسلا حالي، ورح كبيلي فيه فنجان هواك وديني معاك 20 شرق رغزاته ما بتكفيني، مع البن والسوالف يا مسماح وريني شن رايك دحين في الشل بقوله غريني، قالت لي قبل ما أحدثك ونواصل المشوار أرح حدثني بالخبر اللي ذكرته وسار، لي زمن طويل راجاك فوق النار وليك المر ولكن عارفة دي الأقدار، قلت لها خبري السار بدور أحكي لك الجوال ووريك إنه فرقك في الفؤاد كواي، قبل ما جيك نويت أرسل الجوقاي خفت أسهرك وطول ليالي لغاي، خبر يا فلانة أنا مجنون بيك والهان قدر ما أشرب الأسود بكون ظمآن، وحاط خلق الفيالق والدواب والجان تكيف حضرتك ما بكيف الفنجان. يا سلام.
خبر يا فلانة خبري بدور أوريك إنه أنت فريدة وفيك ما يقال غزالة وفيك عيون وجيدة خبري الحسن مكتوب في حنايا جريدة مكتوب ممكن بها ورايقة ومتاع بريدة كثير أخباري ما بتك فيها قاعدة وسامر بدور البن معاك وقعدة والدور عامر ضمير التم حول مربوط منشر وضامر هز النار بشيش كانوه نسخن ويامر قالتي ردت قالتي راينا في غناك وحروف كتابتك وقولك معجبة بها جدا وفيها عاجبك زولك يا ضلي ودراي انت التواضع حولك زيد غناك وكتر فوقي من معسولك تسلم لي يا الرايدة ودوام في بالي بصبر نفسي بالنظم الغريم في مجالي بس الرب يا دايما هناك بحلالي ما يحرمني منك يا عزيزي الغالي وقلت لها وما يحرمني منك يا مجيها انقمرة ولهجك يمسخ الوالد النحل في التمرة شبه الفيل بنوك في شانه هارب ضمر فرقك زي شراب السم وغمط الجمرة جيبين التني وعقبا نتن الكيف عبيري جاني بارد وفيه طلق الهيف استايلك مع الهندام رشيق وظريف رفقا بيا أنا يا در قلبي خفيف وفي بدعت الله ما كان الفراق بإيدي بالك خلي من نفسك وأحفظ ريدي في بدعت الله ما كان الفراق بإيدي بالك خلي من نفسك وأحفظ ريدي يا بلسم جروحي وسر غناي يا قصيدي بوعد كن فوقك بوعد كن فوقك دي مشاحن بريدي قالت ما أنا الما بيقول لي بدعت يا مريودي وعدا مني حافظاه الوداد وعودي يا براق مطرت الفيلم حول ورعودي عايد وفايد ان شاء الله وانال مقصودي عايد وفايد ان شاء الله وانال مقصودي يعني لوحه جماليه احنا بديناها من قليه البن لحد ما انتهت الجلسه والخبر السعر اللي عاوز توصله لها يعني صورة متميزة ومختلفة ويمكن قصة عشناها واقع انت جسدته لنا من خلال الكلمات أحمد يعني بنلقى في كثير من القضايا اللي أنتوا كتبتوا عنها واللي كان عندها أثر في مجتمعكم البسيط سواء كان في المنطقة البسيطة أو سواء كان في السودان كله قضية كانت عند أحمد ترجمة من خلال المسادير أو من خلال الدوبيت بصورة عامة والله أنا من ضمن القضايا اللي هي كانت رسالة للمجتمع وقضية حسيتها من واقع يعني فهي قضية بتاعت عمل النظافة يا سلام فحز في نفسي إنه شخصي أهان عمل النظافة فكتبت في الموضوع ده فكان بقول موضوع جد مع اللي بني ومعرق فكري طرقت برايا لاني ما وصل أزول مكري قصدي شريحة تستاهل غناية وشكري معاسي العامة كم دردكتهم فوق حكري ورب الكعبة اثنين جد بأسفر فيا الزول المعاغ وعمالة البلدية الفضة الشوول واللصاق عربية ليكم مني تقدير واحترام وتحية عامل الصحة ضابط الصحة والعاملة البنظف قاطر وديلة بيشقو شان يرضو البيلسي فاطرو عامل الصحة حقه الناس مع أسيت شاطره تطيب خاطره تطيب نفسه بالشيء البطيب خاطره فده كان موضوع يا سلام والله جميل كتبت فيه قضية كانت حية ف ده جزء كان لقى قبول من أخواننا الشعراء فهم بيشجعوك على أنه أنت تكتب في المواضيع الحية فالدبيت هو رسالة صحيح. غير أنه والناس بتتونس به وبتغير به لكن هو رسالة وفي كثير من الشعراء كتبوا في الجزء بذكر الأخوان وبذكر أنه الشعراء فيما بينهم أكيد بيكون عندهم مدح وبيكون عندهم كثير من التفاصيل ما بين شاعر وشاعر الإخوانيات واحدة من ضروب الشعر بصورة عامة ويمكن في احترام كبير ما بين شعراء الدوبيت تحديدا فيما بينهم زي ما أنت أسلفت وقلت وإنه هم بيسمعوا لبعض وبيحاولوا يصححوا بعض ويصوبوا بعض وينتقدوا يعني حتى الانتقاد فيما بينكم موجود أدينا نموذج أخير للإخوانيات وكلمنا عنها برضو بإيجاز الإخوانيات هي برضو تقولي من الشعر الواقع فأنت لما تلقى المعزل بتلقاه من الأخوان هي دافع حقيقي لأنك أنت تكتب في حاجة أنت عشتها في الواقع فالأخوان نحن في
الأخوان نحن في مجال الشعر بالذات بنجتمع بوتغة بتاعة أخوان من كل قبائل السودان، من كل أطياف المجتمع، من كل الدول. فبقول في المجال ده والتحية لكل أخواني والله فردا فردا، فبقول لهم أنتوا أخواني وأنتوا العز فوق روسكم مخيم يباني، كلمة الناقصة فيكم ما بيجيبها لساني، بيكم بفتخر واعتز وأقول سوداني. يا اللي بقى أنا في إخواني ثابت وصامد، نزيف مر السنين باقل له يا النور ضامد، بحثت معاجم الشكر الشهير والغامد، لقيت الفرصة والجخ والكرم دار حامد، أحفاد المنحل صافنات وجوايد، عز القوة هيكم فرض ماها عوايد، فزعناد في صي وسموم وهوايد، ما بتنقادوا يا ناس انتو ديما قوايد، وكيف كن يا بقدم ما قلت ضمنا دايد، حكم وحلم ايضا في القواسي شدايد، اتو فلاح واتو رباح، صلاح وفوايد دفاعين جنب كزم بكريت وقلايد. ابوي وصاني اعزل في الرفق ناس ندر، عزلت رفاقتي للشيلة التقيل شت قدر، يا سندي ضرايف الواجب دائما صدر، ركوب كن شوح مسكرين ما بتشدوا الفدر، كثير والله قالوا لي رفاقتك عزل، برد بقوة ما بنخاوي خملة ورزل، عشان البين ببزل دمي والروح بزل، عارف روحي لا بندم ولا بنخزل، تواريخ الشرف بورانا بنسطرهن، وليات المساكين نحن بنبطرهن، مواعين السمح لغيرنا بنقطرهن، وجلسات الأنس بغنانا بنعطرهن، المحن البجن بعقولنا بنخطرهن، ويابسات السنين نسقيهن ومطرهن، هموم الدنيا بنداويهن شاطرهن، هموم الناس بنعرف ليه جبر خاطرهن، ومن قطر الرفق نزلنا كم زول يابس، وركبنا البسندة الواق عليها يكابس، ما فينا البلاقي الضيف مكشر وعابس، واسقر فينا زول تاج المكارم لابس، قصد اخواني من كل القبائل، طيبين عشرة سمحين النفايل، المنقام وخاتين الرزايل، صحيح قلت ما محتاج دلايل، وديل اخواني ساس ذكر واصايل، بشكر لا الممات مورد جمايل، قدر ما اجيب صفات ديل والفضايل، بشوف حرفي كتبته جميل وخايل، بشوف عارفين كتبته جميل وخايل. احمد والله يا اخي احنا يعني ما عارفين نقول شنو غير انه كلامك اللي انت قلته ده حيكون هو خير وختام للمساحه دي، والتجوال ما بين المسادير وما بين الدوبات وما بين الاخوانيات وما بين المساجلات المجاره، يعني التفاصيل الكثيره لشعر الدوبات وجمالياته واللوحات الكثيره اللي احنا عشناها معاك، وتفرجنا على معرض متكامل من لوحاته وعشنا معاك في تفاصيل الشعر بصوره عامه بعمقه وبجمال كلماته. شكرا جزيلا احمد، شكرا عثمان جزيلا الخير لك التحيه. شكرا جزيلا لك استاذه امل، تحيه لك والتحيه لكل الاستاف العامل في قناه الشروق، والتحيه من هنا لاستاذنا النجاضي محمد علي النجاضي شاعر الفز، والتحية لأخواننا من كل الأطياف، والتحية لأخونا كتاحة وأخوانه فهنا في لغز هو بيعرفه، والتحية ليكم والتحية. ما تنسى زول يا أحمد بعدين بيزعلوك. التحية لأخواننا الشعراء فردا فردا، والتحية للجمهور اللي بيساندنا، والله حقيقة نحن عندنا جمهور ما نقدر نوفيه حقه، والله هو سند لنا وهو داعم لنا، فليهم التحية والله أينما حلوا وأينما لقوا حرف من حروفنا طاير، هم على طول بدون وجهة نظرهم وبوجهونا فنحن والله شاكرين ومقدرين لهم جدا جدا، والتحية للوالد والوالدة، والتحية لكل الأهالي داخل وخارج السودان، والتحية للطيور المهاجرة في الخارج في كل بقاع الوطن الحبيب، ولك مثل حياة يا أحمد. ونقول لهم أخواننا العرب السعودية شرفتنا، فالتحية لكل الفرق العربية اللاعبة في كأس العالم، والتحية للجمهور العربي عموما، والتحية لك أنت كمان ولجمال هذه المساحة اللي تناقشنا وتداولنا فيها وتجارينا من خلال شعر الدوبات.